كيك التوت والشوكولاتة. ومقادير الكيك: 1 كوب سكر، 3 أرباع كوب دقيق، نص كوب كاكاو، 3 أرباع معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 أرباع معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة ملح، 2 بيضة، ربع كوب زيت نباتي، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ونص كوب مية دافية. وعندنا موس الشوكولاتة، هيكون 10 معلقة كبيرة زبدة، 500 جرام شوكولاتة باللبن مذابة، 1.5 معلقة صغيرة فانيليا، 2 معلقة صغيرة جيلاتين، 2.5 معلقة كبيرة مية، 1.5 كوب كريمة مخفوقة، وتوت للتزيين. نبتدي بالكيك، وهنحط البيض والسكر يتضربوا مع بعض. وبعدين وهما بيتضربوا هنضيف لهم الزيت شوية شوية، ممكن نحط الفانيليا كمان مع البيض، وهنخلط كل المقادير الجافة مع بعض، ويبقى فاضل بس ان احنا بعد كده نزود المية الدافية. نبتدي نضرب البيض والسكر. وهما بيتضربوا هنزود عليهم الزيت شوية شوية. دلوقتي نحط المقادير الجافة والمية الدافية. نقلبه آخر مرة، نتأكد إن كل حاجة مخلوطة مع بعض كويس، وهنحطه في القالب. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي من 20 لـ25 دقيقة. لما هتطلع من الفرن هيكون ده شكلها، وهتبقى دي القاعدة بتاعتنا اللي هنحط الموس اللي هنعمله دلوقتي فوقها. فهنخليها في نفس الصينية، بس هننضف الجناب من الزبدة والدقيق اللي كنا دهناهم قبل كده عشان ما يطلعوش في الموس ويبقى شكله وحش. فننضف الجناب، بس ممكن نخلي نفس الصينية. هحط المية على الجيلاتين، ونقلبهم. وهندوب الزبدة. وبعد كده هندوب الجيلاتين كمان في الميكرويف. وهنضيف الزبدة المذابة مع الشوكولاتة، نقلبهم مع بعض. كده جيلاتين خلاص بقى دايب. هنحط الفانيليا، الجيلاتين، بعدين نبتدي نضيف الكريمة المخفوقة.
الموس جاهز. التوت احنا ممكن نقلبه مع شوية سكر بودرة. وهنحطه في الكيك فوق الكيكة. نوزعه. وبعدين هنحط الموس فوق التوت. وهنجيب سباتشولا ونفرد الموس في قالب الكيك أو في صينية الكيك، وهندخلها الثلاجة لحد ما تمسك خالص الجيلاتين مع الموس يمسك. وبكده نكون خلصنا الكيكة، واجيبها دلوقتي ونقدمها مع بعض.